هل أتدرب في اللغة العربية لسنة ثالثة متوسط؟ صفحة 40. الفقرة: لوسائل الإعلام قوة في تثقيف الشعوب ورقي المجتمعات، فينبغي أن نستغل الجانب المشرق منها لبناء حضاراتنا. فوسائل الإعلام هي سبب تقدم المجتمعات كالإذاعة والتلفاز والحاسوب. إن الإذاعة من أكثر وسائل الإعلام التي انتشرت بسرعة التي انتشرت بسرعة لأنها تساهم في نشر الثقافة والمعرفة، وكذا تحقق غرض الترفيه من خلال النكت، دون نسيان أنها تساهم في الحد من الآفات الاجتماعية. فخلاصة القول أن الإذاعة ساهمت بشكل كبير في رقي المجتمعات.